السلام عليكم، واش راكم؟ كيفكم؟ راكم ملاح نورمالمون. انا لاباس الفلاون. بونسوار لا بونجور ميسيو دام، جيسبر راكم ملاح. اليوم كنا رايحين نتعلموا حاجات، رايحين نشوفوا حاجات جدد. بدا يخرجوا كاع من الجحور ديالهم، من دام طلاشاد والكرام، خرجوا كاع كل واحد خرج ديفون ديال روح. اليوم خرجنا عباس عروة. عباس عروة اللي هو موم فونداتور تاع الكرامة، مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان. تبعوني مليحة، حقوق الإنسان في البلدان العربية. هذايا هو مرض هنا مسلي، واسمو زيطوط، هادو كامل رشاد حاكمين الكرامة. رشاد هي الكرامة، قلت لكم هادي. دونك جاي علق اليوم عن التصويرة. التصويرة هادية نتاع هو ورامي الدلاتي و ابو حفص الموريطاني، هذايا المفتي تاع القاعدة في المغرب العربي. اروح هاد التصويرة جيناتو حتى اليوم، وادي الزاني وانا نوري فيها. الحمد لله كي تقولوا الغاشي خد التصويرة بارتو. اوب، لازم يحامي على روحك. دونك جيت تحامي على روحك سي عباس عروة. هاد الفيديو اليوم ليك، راه دايره في لاباج تاعو، وسمو لاباج تاع عروة كوردوبا بيس انستيتوت، في الانستيتي كوردوبا، هنايا كوردو، الانستيتي كوردو، كوردو ولا كوردوبا، كوردوبا، كوردوبا بيس انستيتوت، انستيتي دو بي دو كوردوبا، لا بي، هنايا هو قال لك اسمها لا بي، سي عباس عروة، دار المنشور عندو بيان سور العربي زيطوط، باوي. رشاد يحيى الخيوبة كاع صحاب رشاد داروا هذا المقال هذايا، لا ريبونس تاع عباس عروة على التصويرة هادي. مليح، حنا العربي زيطوط، العربي زيطوط. دوك نوريلكم دي خطرة قبل ما نبدا الفيديو على عباس عروة. دي خطرة دار ديبا ديدين مع ديدين بريك مع هذاك مخيوبة. دوزيام ديبا هرب، ما حبش يجي، قالوا ما نجيش باسكو شي با كوا ولا صاب سبا. كيفاش كانوا مجدلو ديدين بريك واحد واحد لون بيسكارد، خاف هرب. لا علينا، اون توكا قال لك بلي حنا لا قال ديدين بريك هذا، قالوا نو، قالوا موجوده لا فيديو تاع ديبا. قالوا حنايا مؤتمر الامه درنا مع عمرينيون، داروا مع عمرينيون، ما كنتش انايا، قالوا في 2011 ومن بعد خلاص ما كاين والو. متفاهمناش، نتفاهموا معاهم في حاجات وفي حاجات ما نتفاهموش. وزيطوط مازال يوري كتاب تاع المطيري لحد هنا اليوم، عرفت كيفاش يكذب. نوريكم واحد الفيديو تشوفوا شكون المفتي تاعهم، تشوفوا شكون هو المفتي تاع زيطوط وامير دي زاد. دوك تشوفوا مفتي خو من اكبر العلماء. طفله تبوزي له كيستيون، تقول له تسمى هذاك السيد دي زاد هذا كيسب بزاف الناس وكذا منها، حط صور تاع عيسى ولا حط، واذا حطهم انا ننتقدو ونقول له عيسى. لا تعدى الان، انا نسالك الان في الاشهر الاخيره، اتحدى اي واحد يثبت ان امير دي زاد حط صور تاع عيسى ولا حط، واذا حطهم انا ننتقدو ونقول له هذا خطا، انا وغيري. اذا سمع ندعمه ونقفوا معاه، اذا ما سمعش احنا واش قلنا؟ قلنا يجمعنا الحق ويفرقنا الباطل. نحن مع بعضنا ما دمنا على حق. على حق. على حق. دائما اختي ديري هذه الاداره، يجمعك الحق مع الناس ويفرق الباطل، ماشي يجمعك خاطر شي هذيك صاحبتك حتى كي تغلط معليش تبقى صاحبتك، صح الاخرى ما تحبيهاش حتى كي دير مليح. هذه هي مليح، دائما يجمعنا الحق ويفرقنا الباطل. مادام امير دي زيد راه يدير في اشياء تفيد الشعب الجزائري وتكشف الجماعات الفاسده وراح يتحسن كل مره، سندعمه. لو كان يخرج طريق ويقلبها في اتجاه اخر هو ولا غيره، انا شخصيا نقول لا خلاص، جمعنا الحق يوما وافترقنا. والشيء نفسه لو كان لا قدر الله، انا تخيلي غدوه نعمه مثلا ودلقاوني راني في الجزائر، اصبحت مثلا عطاوني منصب وقبلت ونبدا ندافع عن النظام هذا، قلت واش ديروا لي؟ فلا يجوز. اذا كان مالهم الخاص هذا حق، يعني استفتاء عن طريق شخص واحد طاب المجرمه، لكن لا تضع اشياء تتعلق بالنساء. انا قلت له حتى رايي هذا كان، واعتقد انه اقتنع به تماما، مع انه نقول حاجه، كاين فتوى
هو استفتى شيخ عالم كبير قال له ما رأيك يعني استفتى عن طريق شخص واحد قال له ما رأيك في من يضع صور نساء بنات المسؤولين فاسدات وهم يفسدون بالمال نتاع الشعب قال له إذا كان مؤكد أنه من أمال الشعب يجوز لأن مال الشعب مقدس مال الشعب مقدس قال له أما إذا كان مالهم الخاص فلا يجوز إذا كان مالهم الخاص هذا حياتهم الخاصة يعني وإذا كان المال العام بنات الشعب بنات الشعب وبنات المسؤولين أيضا أنا نعرف يقول لك أستر مصر حاجة بيستر ما فيسبوك أولا هما بارتاجوا لا طيب شوفي أنا قلت لك حتى لو افترضنا باش ما نطولوش برك في هذه النقطة حتى لو افترضنا أنه أنا قلت لك أنت قلت لي أنا بنات المسؤولين في الأول ما يهمونيش قلت لك أنا لا يهم إذن أنا دي زاد راه توقف عن هذوك بالرغم أنه عنده قلت لك عنده فتوى تقول من شيخ الناس لا تشك في دين هذا الشيخ وهذا الشيخ اسمه حاكم المطيري لأن بعض الناس يقول هنا الشيخ الشيخ مسلم تأخذ الناس عليه الدين قال له إذا كان مالهم الخاص هذا أمر يخص ما تشكر ما معنى الفتوى مش متذكر حاكم المطيري بالتفصيل لكن إذا كان مال العام مال حاكم المطيري هو اللي يفتنهم هذاك هو العالم تاعهم غادي يقول لك لا احنا خاطينا مؤتمر الأمة إرهابي خو شتو بعتوها لي جان بعتها لي هذه يعطيك الصحة ميرسي بوكو أنا تفادي في 2019 الله يعني ممكن كان يدور كنت عنده زعما خلاص كان يربح بالحراك ماشي كيما اليوم شوفوا شكون يفتيلو قالت أمير دي زاد فتيلو الشيخ كبير في الدين الإسلامي خو واسمه حاكم المطيري باش نجيكم تعرفوا بلي يكذبوا عليكم جايب لكم ناس من برا إرهابيين يفتيوا الشعب الجزائري واش يدير تما غدوا هادوك يحكموا يديروا الحكم الراشد لازم المفتي خو شكون المفتي اللي يولي بتاعهم العالم الكبير هادي الحاكم المطيري الإخوان المسلمين فهمتوا واش حبوا يجيبوا لكم باسكو هادو ما يعرفوش الدين هاي من حبوا يدونا تبعوا مليح نوريلكم ألور اليوم هدايا دار المقال كتبوا المقال هذا لاباج نتاع زيطور نتاع رصاد نتاع كدا قال كبايا تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورة الدكتور عباس عروة مدير معهد قرطبة للإسلام بجنيف برفقة الشيخ محفوظ ولد الوالد المعروف بأبي حفص المراد الموريطاني الذي استقال من تنظيم القاعدة قالك استقال من تنظيم القاعدة شو شركة ديميسيونا الدم كاع اللي داروه كاع في أفغانستان بارتو في العالم بوندون لي زاني 90 قالك استقال شغل اون ديميسيون شغل عندكم لا روتريت واقيلا والسنديكا شوفوا كيفاش يتقعدوا بين اخوهم استقال من القاعدة شتو الشركة هذه الذي استقال من تنظيم القاعدة أثر ممارسات هذا التنظيم للعنف ضد المدنيين خاصة في تفجيرات 11 سبتمبر 2001 والذي لا يخضع على الصعيد الدولي لأي ملاحقات قضائية والدكتور السوري الباحث في الحركات الدينية رامي الدلاتي قالك الباحث في الحركات الدينية رامي الدلاتي حركة دينية برك مش حركة مسلحة نعم رحمه الله الذي توفي 13 أوت 2018 أثر نوبة قلبية إن معهد قرطبة للسلام بجنيف مؤسسة سويسرية غير حكومية ولا ربحية تخضع لرقابة الحكومة السويسرية وتعمل من مجال وقاية من العنف وترشيد الخلاف وبناء السلم وتعزيز التماسك المجتمعي في العالم الإسلامي بواسطة البحث التطبيقي وبناء القدرات وتوفير قضاءات الوساطة كان أول رئيس لمعهد قرطبة للسلام منذ تأسيسه عام 2002 هو الرئيس الراحل أحمد بن بلق إلى وفاته المنية عام 2012 الله يرحمه يدير معهد قرطبة للسلام جنيف العديد من البرامج مثل التي تعالج التجاذبات السياسية أو يحكي لنا على قرطبة واش دخلنا احنا في قرطبة كسافوار لا فوتو مع قرطبة وما حب يوريكم باللي حنايا عندنا حاكمين قرطبة هذه مؤسسة للسلام تسمى احنا ماناش إرهابيين وانت مصور ماناش إرهابيين يا صاحبي دوك نوريهم لك يا با بروبليم هكذا يعني يقول لك وكذا ما قراش كاع المقال طويل إن الصورة التي تناولها تناولها وسائل التواصل الاجتماعي تم نشرها لأول مرة من طرف الراحل رامي الدلاتي على صفحته على الفيسبوك مرفقة بالنص الذي يشرح سياق الصورة بوضوح كما هو مبين في الملحق
لكن من المؤسف أن الصفحات التي أعد نشرها لم تأبى باحترام أدنى إخلاقيات الإعلام، فعرضتها خارج سياقها، والمسياق فيها ما فيها حتى سياق، ينجم يكتب واش يحب هو. إيه سرايا نفوار، حنا جزائريين وأنت جزائري، هكذايا أنت كتقول أنا ندير حكم راشد في الجزائر بمنظمة رشاد، هذيك حركة رشاد. راك مصور مع زوج إرهابيين، مفتي القاعدة في المغرب الإسلامي وشبيك محمد، والآخر راه ميدالات يدوك نوريك شكون. واش دخل كوردوبا واش دخل السياق واش من السياق صورة فيها سياق؟ علاش تيون فاز؟ علاش تان تكست؟ باش تقول السياق تاعو الآية سياق الآية ولا سياق ما كانش سياق غادي فيها، تيون فوتو حبابك مريح معاهم في وسطهم. دونك ما كان لا سياق لا والو. حنا الجزائريين نشوفوا شكون هاد الناس، وانت اللي قاعد معاهم نشوفوا واش راك دير معاهم. سيك انت عندك الفكر تاعهم استقال من القاعدة ولا ما استقالش، الفكر هو الحق. ودوك نوريك الفكر تاعو، دينا اليوم الفكر تاعو، دوك شوفوا يا خويا الفكر تاعو هذاك أبو حفص الموريطاني ولد الوالد، ويهضر إن من بين القيم الأساسية لمعهد قرطبة للسلام بجنيف عدم التحيز للتعامل مع كل الأطراف بطريقة عادلة دون الاصطفاف إلى أطروحات أي طرف أي طرف، وهذا ما يضمن للمعهد المقبولية الضرورية لدى الأطراف في أي مسار وساطة. دونك هو يقول لك حنايا ما نحازو حتى جهة، راكم تسمعوا هو في الكرامة. دوك نوري لكم كيفاش ينحازو، دوك نوري لكم. إن مثل هذه الأساليب الخسيسة التي تلجأ إليها بعض الدوائر وأصحاب النفوس المريضة بغرض النيل من سمعة مدير معهد قرطبة للسلام بجنيف لن تأتي بنتيجة، لأن كل من يتعامل مع المعهد على الصعيد الدولي يشهد بأن بالتزامه بالنهج اللاعنفي في ترشيد الخلافات وبتفاني القائمين عليه في كل ما شأنه المساهمة في بناء السن في العالم. إدراك السلم هذا ويهزلك على قرطبة، تسمى اللي يحبوا يسيئوا العباس عروة يروحوا يشوفوا قرطبة يعرفوا شنو هو عباس عروة. مين فوار مع قرطبة؟ انت حكم رشاد منظمة الكرامة وقردوبة تلعبوا بالاسوسياسيون باش تكوبري روحكم، سي دي كوفرتور دي فيترين، عرفوا هذيك لا مافيا ويديروها واش بيت نتاع عندهم دي فيترين وكذا باش يبيضوا الدراهم باش يخرجوا الدروكا باش يديروا كلش، هذه معروفة هذه سي لو ميم سيستام، عندكم حتى حاجة يعني تدخل حتى حاجة لو كريم اورغانيزي سي دو كريم اورغانيزي ني بلوس ني موان. اوكي شوفوا يا خوان نوري لكم هذا اللي يهضر عليه ابو حفص الموريطاني، ما نحضروش القاعده وكذا خلاص، نحضروا الدرك اكتويال مو هكذا هذه الدنيا زاني هذوما هكذا. واش صرا في الخرطوم في الوقت مو في نواكشوط ولا نقول هذا يا نوري لكم واحد موريطاني كتب مقال على الاسلام هكذا بوزا دي كيستيون سور دي تكست اللي داروهم في البخاري اللي داروهم في اسمه في الطبري تاريخ هكذا. هو من قبيله واسمها اون فاكسيون تاع لي موريطانيا واسمهم المعلمين، سما اي سون فيكتيم دو راسيزم عنصريه هكذا. هو جبد زعما في التاريخ الاسلامي كيفاش كانوا المسلمين عنصريين، جبد لهم هكذا سما قال لهم هاد المسلمين سما راكو عنصريين معنا كما كنتو بكري تي فوا، جبد حكايه تاع التاريخ وتسال تسمى اسكو هاد العنصريه جايه من هنايا. كوندانواه امور يلون كونداني امور، سمعوا مليح نوريكم. شوف قالك إساءة للإسلام أم نقاش للطبقية، ماذا تخفي قضية ولد الخيطة؟ ولد الخيطة وتشوفوا ما تروحوا ولد الخيطة تشوفوا هكذا. لا تختزل قصة المدون الموريطاني ولد المخيطر مجرد حكم بالردة، حكموا عليه بالردة، بل تلقي الضوء كذلك على واقع الطبقية وحقيقة استخدام الدين للتحريض على إعدام شاب دعم فكرته حول واقع فئة المعلمين في موريطانيا بواقع تاريخ مثير للجدل. يقول لك قد ذكروا القضية الدينية الأكثر حساسية بين كل القضايا التي عرضت أمام القضاء الموريطاني طوال سنوات، هي قضية من بدأت الإعلام الموريطاني بوصفه بشتم الرسول
بناء على ما قال رأي نشره نهاية 2013 أدى إلى الحكم عليه بالإعدام واتهامه بالزندقة من لدن القضاء الابتدائي ثم الاستئنافي قبل أن تتدخل المحكمة العليا بداية 2017. هدوم 2013 هو في الحبس مسكين وتنقض الحكم لتعود القضية إلى الاستئناف الذي خفف الحكم إلى سنتين سجنا بعد تكييفتهما إلى الردة. داروا مرتد يجدكم هنوريه لكم يهدر. أكد محمد الشيخ والمخيطير الكاتب والمقال المسيء المشهور شهر يناير 2014 توبته وندمه وأسفه على ما ارتكبه مقدما اعتذاره لجميع الموريتانيين والمسلمين كافة في مختلف أنحاء المعمورة. جاء ذلك بتصريح للتلفزة الموريتانية يدعوكم فيما يريد متابعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. باسم محمد الشيخ محمد بن خيطر لأن انتهز هذه الفرصة. أنا قريت وش كتبه ما كان والو. هضر لهم بار اكزومبل قال لهم القريشيين كنت تخيروهم على ولي ماشي قريشيين. قل لهم مثلا هند بنت عتبة اللي كلات الكبدة تاع حمزة وكاين وحشي وحشي هو اللي قتل حمزة بصح هي كلات الكبدة تاعو هي خلصاتو بصح كتابت هي رجعوها حاجة في الإسلام وهو شغل نفاوه تيوا وصح. يقول لك بورطون هو هي اللي خلصاتو باش يقتل بصح هي اللي خلصاتو هي اللي كلات الكبدة تاع حمزة كيفاش هي سمحوا لها باسكو قرشية هو ماشي قرشي حاوزوه وجاب حمد الطبري من الاخر قال لك ردا وزنديق وكدا وكوندانا وها مور يا الخاوة يلو كوندانا مور اسكو هو روندي كونت ولا من بعد تنفى مسكين هرب خرج من الحبس وخاف يقتلوه تسمعها داوه دولة خرجوه لي فرونتيير وبعتوه وقيلا وعيش فرنسا عسل باش تشوف فرنسا في كاتانيك يكون في فرنسا ولد مخيطر يغادر الاراضي الموريطانية تحت حماية امنية شوف مسكين شتو كي نقول لكم حكايه كيما هادي. هذاك السيد اللي قاعد معاه ابو حفص الموريطاني اللي قالك ديميسيون من القاعده بصح الفكر تاعو قاعد هو هو شوفوا واش دار عليها. دار عليها حاله مفتي بلادن ولد الوالد يوم اسود في تاريخ القضاء الموريطاني قد يفتح باب بين الشر. شوفوا يا الخوه شوفوا المقال واش يقول فيه يا الخوة. هذا ولد الوالد المصور مع عباس عروة اللي قالك انا لابي مؤسسة قردوبة للسلم والكرامة لحقوق الانسان مليحة. قال المفتي السابق لتنظيم القاعدة محفوظ ولد الوالد الملقب ابو حفص الموريطاني ان حكم المحكمة اليوم باطلاق سراح المسيء ولد مخيطة بجزء يوم اسود في تاريخ القضاء الموريطاني مؤكدا انه يشكل خطرا على فئتين من الشباب هما العامل العلمانيين والشباب المتحمس للدين. وهذا نص تدوينه نقلا. حكمت محكمه الاستئناف في نواذيبو اليوم حكما يقضي باطلاق سراح الزنديق ولد مخيطر المحكوم عليه من قبل بالاعدام من المحكمه الابتدائيه في نواذيبو بعد ان ثبت عليه التهمه. الحكم الجديد جاء في ظل ضغوط شديدة من حكومات ومنظمات وشخصيات غربية عرفت بدفاعها عن الزنادقة والمرتدين والمسيئين لمقدسات الإسلام والمسلمين. وكان حضور ممثلي بعض هؤلاء للمحاكمة ظاهرا ولافتا للأنظار. كما اكتنفت الحكم أخطاء خطيرة وعيوب كبيرة تحدث عنها قضاة ومحامون وأيما وعلماء حضروا المحاكمة. إن إفلات مثل هذا الزنديق من العقوبة الشرعية يفتح الباب أمام فئتين خطيرتين، فئة الملحدين والزنادقة والمرتدين الذين لم يعد أمامهم زجرا ولا رادع، بل سوف يجدون في إلحادهم وزندقتهم أقصر الطرق إلى الشهرة واهتمام العالم بهم، وذكرهم على ألسنة وفي مجلس القاضة والحقوقيين في العالم. تسمى أنت يا وهدر عليك أنت يا
حقوقيين في العالم تسمى نتوما يتحبس حتى ما حمدوش عليه هذوك نور لك والو ما حمدتوش عليه كامل الكرامه هكذا. هؤلاء في حاله اقدامهم على شيء من هذا القبيل وفي مثل هذه الظروف سوف ينظر اليهم كثير من الناس على انهم ابطال انتصروا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ان خذله القضاء. وهذا التصرف الخاطئ لو حصل قد يفتح بابا من الشر فتح مثله في بلاد اخرى ولم يغلق حتى الان. لست قاضيا ولا محامين ولا استطيع اتهام اي دون بينه، ولكنني استطيع ان اقول بكل اطمئنان ان يوم صدور هذا الحكم يوم اسود في تاريخ القضاء الموريتاني تسمى قالك هذا لازم يقتلوه. اسكو فوندي كونت قاعد مع مدير قردوبا للسلام وعندك الكرامه لحقوق الانسان يا الخاوه ما هضروش مام بعلي انفراس تروح للسيت تاع الكرامه هكذايا هادي من 2014 تروح للبلدان تيوا تروح للبلدان ديال المغرب الكبير المغرب الكبير اسمح لي تشوف ثقة هكذايا البلدان المغرب الكبير موريتانيا تروح موريتانيا هاي موريتانيا ما تلقاوش عليه الفاز نتحداك تبدل لي الرابور درتوه المونو ولا درتوه اكيك سوسوا باش ينحولوا هاد لا كونداناسيون امور. شفت يا سي عباس عروه هاني جبت لك الجديد ماشي تصويره برك جبت لك بلي الفكر تاع هاد السيد هذايا مازال هو هو دوك ما كان لا سلام ولا كلام. هاد الغناية تاع حنا مسالمين حبوا السي المكدا ديميسيونا من القاعدة الفكر الفكر يا سي عباس عروه الفكر عندكم كاع الفكر هذايا انتوما اسلامويين وتقول حنا ما نحازو حتى لواحد ما كان اوكين فراز موريتانيا القبض على صحفيين وترهيبهم قبيل ايام الانتخابات التشريعية والمحلية 2018 موريتانيا توقف المدافع عن حقوق الانسان برام ودا عبيدة مرة اخرى هذا مدافع عن حقوق الانسان علاش ما دافعش على هذا السيد هذا الخيطر موريتانيا خبراء الامم المتحدة ينهبون ينبهون السلطات مكافحة التعذيب لا يمكن ان تقتصر على التدابير التشريعية لا 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 ما صحفيين مدونين كذا وهذا سكتوا كاع عليه سكتوا سي كريمينال وتقولوا عندنا مؤسسة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان واحد الشحي هذاك نتاع داعش اللي وريتها لكم عطيت له لو برومي بري تاع الكرامة الشاعر نتاع داعش حيدر الشحي هذاك عطيت له ان بري تاع الكرامة وريتها لكم في الفيديو واليوم جيت تحكي لنا على كوردوبا ما تحكيناش على كوردوبا تحكي لنا على هاد الارهابيين اللي قاعدين معاهم شتو يا الخاوة تكذبوا عليكم يقول لكم لا لا شوف كيفاش كانوا يمانيفيستيو باش يقتلوه الاعدام الاعدام هذا مسكين يعرفولو ديما غالب سمو يهضر برك وتجي تكذب على الشباب الجزائري وتحبوا تدوروا الراس وتقولوا له حنا هما اللي نسلكوك حنا هما اللي نوروا لك حنا حكم راشد وحنا كذا وحنا كذا وانت قاعد مع انسان يدومون ديال الاعدام على واحد كتب برك مقال بوزا دي كيستيون في الدين مسلم هو يشهد ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله الا بوزي دي كيستيون قتلتو لانتيليجونس ما تخممش دير كيما نقولوا لك ولا انت زنديق ولا مرتد ولا كذا ونقتلوك راه قاعد مع ناصاسان نتايا ماشي قال القاعدة ديميسيون خلاص سانديكا وكدا راه ورو تلات في القاعدة دوك اكتويلمون هادي 2017 2018 هاد المقال اللي دارو شفت تسمى هما هما اللي كنت قاعد معاه نتايا يا سي عباس عروة في اتونسيون مع من طحت بالك تمسخرو بدراري بصح انا ما تمسخروش بيا فهمت عرفكم بيان بيان كوم يلفو عرفكم بيان كوم يلفو دوكا مثلا جيت تحكي لي نتايا تقول لي
رامي دلاتي يقول لك اوكي رامي دلاتي راك تكون نتايا المختص في الجماعات الدينيه سميتهم جماعات دينيه نتايا شوف الجماعه الدينيه شوف فهمنا اذا جاوبت لازمك تجاوب باش كنت جاوبت قلت انا ما كاش منها وحنا السلام وهذاك ديميسيون من القاعده وهذاك خبير في الجماعات الدينيه و تو فا بيان مدام لا ماركيز هاي اون ليكي دي اون سون فاني بلاتو لازمك تجي تعاود تجاوب على واش راني نقول لك هنايا باسكو ما غاش تخبى دوك راك قلت فضحتو تما الغاشي كاع سمع بكم تما تفضحتو ما تريبون هاد الفيديو شوفوها غادي ما تريبونديش تحصل روحك عطينا النظرة ديالك ونظرة الكرامة علاش ما حماوش على هذا السيد واش يخمو في هذه القضية واش تخمم في المقال نتاع هذاك أبو حفص الموريطاني بالنسبة لهذاك مسكين مخيطر هذاك مفاوهم بلادو باسكو هذوك صحابكم شفت كيفاش رامي الدلاتي هكذا السيد ديالو هذا نور شوف كي تكون انت هادو ناس ملاح هاك نوريولك باش نعرفو شكون هادا رامي الدلاتي تقولنا ما كاين والو ناس ملاح هادي لاباج تاعو ما تقولش ماشي لاباج تاعو رامي الدلاتي هكذايا وعليكم السلام هذا مفكر في ابنك ف ايش مشارك يا عمي وانت يعني الان تقف امام مفخخ سيخرج يعني ابنك فيها باذن الله لاعداء الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الصادق والكريم وعلى اله وصحبه اجمعين الله جل في علاه امر المؤمنين ان يقاتلوا في سبيله ويقول الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم شوف كيفاش راح يبعث هاي مرته بالنقاب وهكذا راح يبعث وليده يموت شوف كاميكاز فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف بتوجه كلمه لامهات المسلمين المسلمات يعني امهات يعني المجاهدين نتكلم اول شيء كذا يعني نسال الله العظيم انه يهدي قلوب الامهات اول شيء ويحسوا اولادهم على جهاد لانه الشاب ليس مكلف بعد البيت مكلف في الجهاد واسال الله انه يتقبلن للي امين على هذا العمل الله طيب خالتي لو انك جلست الان مع نساء اعتبر نفسك الان تجلسين بين محيط فيه نساء هذول النساء ما واحد من ابنائها يعني يجاهد في سبيل الله ايش بتكون وصيتك او كلامك لهن؟ بوصل الوصيه ان شاء الله مثل انا ما بحب لابني ان شاء الله انه الله يهديها وتوصل رساله لابنها انه تحسوا على الجهاد ان شاء الله تعالى ايوه الله يجزاك الخير وبارك الله فيك واحث كل اباء المسلمين توجيه رسالة إلى الآباء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليعلم علم اليقين إذا تخاذل هو أو لا يستطيع هو أن يقاتل فلا يمنع ولده أو أخاه
في أهل الجهاد الذين يثبطون الناس ويثبطون المؤمنين على الجهاد ورسالتي إلى الآباء خاصة أرسل بولدك ليكون لك شفيعا يوم القيامة عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشهيد لا يشفع لتوليد معه. هاوليك وليدو ها راح يبعتو شراكة نويا يا سي عباس عروة مدير قرطبة للسلام. كي هذا الدلاتي يحط ان فيديو هكذا في لاباج ديالو وين انسان يقول الناس بعتوا اولادكم يموتوا، بعتوا اولادكم من ارض من مشارق الارض ومغاربها وما تخاذلوش لان الجهاد والشهاده. تما ويعيط لكاع الغاشي يدخل لسوريا يقتل روحو كاميكاز وراح يمد وليدو اون اكزومبل ويماهم تقول لهم كاع الامهات كيف كيف. تسمى رامي الدلاتي اللي اونتران دونفواي ان ميساج للناس باش يبعثوا ولادهم يموتوا يقتلوا يفتيوا عليهم ويبعثوهم يموتوا ويديروا الكاميرا وصوروه بدا شهيد هذا وكذا. كيفاش اليوم تجي تقول انت هذاك الانسان ماشي ارهابي اللي قاعد معك او متى قدام ولا كيفاش تقول انت باللي هذا مختص في الجماعه الدينيه دكتور تحيط له دكتور وانت جزائري، انت جزائري نو واش داخل هادو نتايا؟ باسكو نتايا كنت ساند الفيس كاع انا والجير كيما صاحبك مراد هنا كيما زيطوط كيما نتوما كامل بديتو في الجزائر. الناس راهم يشوفوا هاد الفيديو، لي جان راهم يشوفوا. تسمى كيفاش راح تهرب من هاد المعضلة هادي؟ كيفاش حبي تدخلو في راسهم دراع بلي هادوك اللي كانوا قاعدين معاك ناس ملاح وخاطيهم وانت كوردوبا للسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. انكرويابل خو، عندكم الوجه يا خو، عندكم الوجه، ما تخافوش وما تحشموش يا خو، تعاودوا تولوا على شارج. لا لا حنا ما كان والو دا. شوف نوريك خو، شوف شوف يا سي عباس عروة، الجماعات هذا أرتيك شباب فيه لواء الأمة يهضروا على كاع الجماعات مسمينو سيريان دريمز، شغل دريم تيم تاع ميرايا مدريد، كاع الفصائل. باع مليح نوريلكم يا الخوة، تباني مليح عباس. شوف هادو لواء الأمة، هادو لواء الأمة، جي مليك باش نوريلك مليح باش تشوف بيان. شوفوا مليح 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 كوم دابيتود نهضروا بالدليل ما نكذبوا عليك ما حتى حاجه. شوف شوفوا يا خوان، صوره في مجاهد مهدي الحراتي ليبي هذا يا تاع لواء الامه. راكم تشوفوا هاوليك لواء الامه، هادو زعما لواء الأمة، أوكي؟ هادو اللي دارهم الحراتي، ليبيين هادو، راحوا لسوريا، أوكي؟ هاوليك الطرابو تاعهم لواء الأمة، هاوليك الحراتي، مهدي الحراتي، أوكي؟ باش تشوفوا يعني، ومن بعد يجوا شكون؟ هاوليك هنايا. ومن بعد يجي لواء صقور الشام هكذايا، ومن بعد يجي جبهة ثوار سوريا. تبعوا مليح جبهة ثوار سوريا أعلن عن تشكيلها في مؤتمر بتاريخ 4/6/2012 في مدينة اسطنبول تركيا. وقد أعلنت الجبهة في المؤتمر عن وجود 12,000 مقاتل في صفوفها. في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه تشكيل الجبهة هكذايا تم توجيه السؤال التالي: لماذا لم تعلنوا الانضمام لجبهة أصلا موجودة؟ علاش ما دخلتوش في جروب موجود ديجا؟
وكان الجواب من رامي الدلاتي. أكو شوفوا تعدد المعارضات وتعدد الواجهات السياسية والعسكرية دليل على في الساحة دليل عيني في الساحة السورية. يقول لك هنايا يريد تروني سكايبنا لهيك ميثاق جبهة ثوار سوريا، الميثاق ديالهم قائمة الأعضاء البارزين فيها شكون هما؟ حجاج العجمي كويتي المشرف على اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، حجاج العجمي اللي ولد لكم البارح مع الشيشاني ومع المحيسين، دوك نعاود نوريهم لك عباس عروه باش تشوف، باش ما كان لا تشوف فيديو تاع البارح دير كلش دوزونا. الشيخ طه مولا حسين عضو الهيئة الشرعية سوري مقيم في مكة في حي العزيزية. الشيخ سعود منسي السعدي الشمري نائب الأمير العام الأمين العام من شيوخ شمر. الشيخ خالد عملة عضو المكتب السياسي للجبهة. خالد عقلة كان الممثل الإعلامي للمحلس الوطني المجلس الوطني المحلسية المجلس الوطني الموحد برئاسة نوفل الدواليبي. رابط قدامنا لهيك تبعوا مليح هذا شكون المولى هذا المولى هذا دوك نوري لكم شكون صحابك. جبهة الثوار سوريا كل من كتاب أحرار الشام كتائب أحفاد الأمويين كتيبة ثوار بابا عمرو كتيبة النصر في القلمون كتيبة ثوار الشعبية بيان انطلاق جبهة الثوار سوريا. هذا البيان ديالهم أوكي. هاي لك مؤتمر الإعلان عن جبهة الثوار سوريا الداعية رامي الدلاتي على اليسار الشيخ خالد عقلة في الوسط. هذا الشعر عقلة دوك نوريه لكم في ليبيا. هاو الدلاتي هادو مع عقلة وقدامنا لهيك. هذا هو طه ملا حسين عضو الهيئة الشرعية في جبهة الثوار سوريا. هذا هو الهيئة الشرعية أوكي تاع الدلاتي الجروب تاع الدلاتي صاحب عباس عروة أوكي. يقول لك من أقوال الشيخ مولا حسين قبل تأسيس جبهة الثوار سوريا قال عبيد بشار أنهم ربهم الأعلى فقال المجوس نصر الدين بشار وكذا عليك. شوفوا هذا المقال ديالو واش يقول فيه يا الخاوة. يقول لك دخلت هنا الأيدي استنكاري لهذه القضية فالدعاة إلى السماح للمرأة بالقيادة لم تفكروا مليئا بالعواقب وقد سافرت إلى بلاد كثيرة ورأيت نسبة النساء التي يقودن السيارات لا تذكر وتمر عليك أيام في الصين مثلا ولا ترى امرأة تقود سيارة أليس لهذا أسباب يا أولي الألباب؟ استادير هو اللي كونت لا فام لسوق طوموبيل فهمتوا؟ تبعوا مليح اها وراني هنايا اي والله سنة تشوف سنة ورا المقال هذاك هذا الشيشاني بابا بابا ما قعدت فيتو كاع سنة نعاود نجيب المقال باسكو لي امبورتون هذاك زوم نو باردون اكسكيوزي موا درت غلطة صغيرة نستناو نشوفو هاي ليك الجماعات اوكي الور نكملو مع الجماعات وهذاك الهيئة الشرعية صحاب عباس عروة شكون هما دي موا كي تي فريكونت جو تو ديري كي تو اي مسيو عباس عايشين في سويسرا اخو هاو ليك الدلاتي هاو هنا يخطب عليهم في الجامع هكذايا. هذا هو العجمي الشيخ حجاج العجمي الكويت مشرف على اللجنة الشعبية لجمع التبرعات لجبهة ثوار سوريا. هذا العجمي هذايا اوكي هاوليك هنايا هذا يا العقلوم ولا اسمه هذاك العلقومي هذاك هاوليك هنا مع رامي الدلاتي العجمي مع رامي الدلاتي الشيخ العجمي مع الداعية رامي الدلاتي
هكذا صغار راكو تشوفوا هاوليك معاه. هذا صاحب عباس عروه اللي كان قاعد معاه اللي عيطلو هو الدكتور رامي الدلاتي. اوكي اونتوك هكذايا هاوليك العلقوم هذاك سعودي وقول لك السعوديه كونطرا علينا. كانوا مع الاول معاهم كي ضربوا مع تركيا ولا يخصبوا في السعوديه كانوا ما يمولوا ما كلش. هاوليك في ليبيا بسلاح هاو. شوفوا يا ناس هكذا حابين يديروا في الجزائر هكذا يدخلوا الجزائر وفي لا غون بوت زعما هكذايا وحاكمين سلاح وكذا زعما ربحوا الفتوحات وراهم يخرجوا فيها هكذايا. سمعت السي عباس عروه المقاتلون الاجانب اللي سللونا للانضمام الى الثوره السوريه شتو هذا العجمي هدايا. دوك نبداو نشوفوا العجمي هاوليك العجمي شوفوا مع المحيسيني ولد لكم البارح. شوف عباس عروه مع من قاعد العجمي صاحب رامي الدلاتي شوف هدايا هو قاعد مع هدايا اللي مصور مع اللي مصور الدلاتي اوكي اللي كان هو جمع التبرعات الجروب ارمي تاعو ثوار سوريا. هذا من قرايب ابو حفص هاوليك هنا شوف مع الدراري الصغار شوف شوف يبعث ان اونفون على مور يا الخوا. شوف يا سي عباس عروه اللي حكم مؤسسه الكردوبه شوف كيفاش يلعبوا بالداي يبعثوهم يموتوا شوف يبوسلو في راسو يبعثو يموت شوف ها شوف هنايا شوف نزيد نوري لك هذا مع الاسعد رياض الاسعد هاوليك العجمي هكذا وهذاك اللي على القوم ولا واسمو هذاك اللي كان في ليبيا وهذا رياض الاسعد ولد العجمي هذا رياض الاسعد هذا مع من مصور هاوليك مع رضا بودرع هاوليك رضا بودرع الاسعد تبعوا مليح هاوليك مع زيطوط هنا بودرع مع زيطوط تسمى كاع رشاد نتوما راكو في هذه الخربه هذه وتخبي بكردوبه نو نو سانا ريان افوار كوردوبا مونامي هادي كوردوبا تاعك في لاسويس دبر راسك بها وبن بلا حنا نهضرو على الحاضر. شوف هذاك المحيسيني شوف هذاك اللي مصور هنا هاوليك راك تشوف فيه هنايا اها هاوليك شفت مع الدراري مساكن دي زونفون تاع داعش داروهم يدوهم لوالديهم الا ما على بالكش تيوا شوف زيد شوف مليح شوفوا مع الشيشاني هاك نوريلك هاك نوريلك نوريهولك مع الشيشاني هاي راحت لنا برك دوك نعاودو لها اوكي ماشي هادي ماشي هادي ماشي هادي ماشي هادي هاك نجيك دوك نجيك لا سي با سا هادي الحوار ديالو باش تعرف يعني هاوليك مع ابو عمر الشيشاني راك تشوفه ابو عمر الشيشاني وهذا مفتي داعش هاولي عجمي معاه والعجمي يهضر على الماطيري دوك نوري لك نقول لك شكون هو الماطيري شكون هو حبيبو الماطيري شكون هو حبيبو الماطيري ويثني عليه كما كان يقول زيطوط هذاك هو المفتي هذاك هو المفتي الو شتو مع ابو عمر الشيشاني هادي شفناها اوكي هادي شفناها هذا القبض عليه معليش ابو عمر الشيشاني ابو عمر الشيشاني وزير الحرب بتنظيم الدوله الاسلاميه راك تشوف مقاتل جورجي شارك في حرب بلاده مع روسيا وحول اقليم
أبخازيا عام 2008 اعتنق الإسلام وتوجه إلى بيورباو شنو هذه بيوريا عام 2012 فأصبح أحد أهم القيادات العسكرية سوريا أحد أهم القيادات العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية هناك وأبرز المطالبون من الولايات المتحدة التي اعتبرته وزير الحرب الفعلي في التنظيم. أعلن تنظيم الدولة مقتل الشيشاني في يوليو تموز 2016 خلال معارك في العراق. دونك سمعت يا سي عباس يا سي زيطوط ويا سي شتو شكون هو رامي كيفاش تقدر انت اليوم عندك الوجه اطوناج 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 بروفيسور وجا بروفيسور فيزيك ولا ما نعرفو شنو وش عندك الدنيا لي ديبلوم كملت مع هادو قراتك الجزائر يا كملت مع هادو ما حياتك لا كارير تاعك كملتها مع ارهابيين وجيت غني نغنى لا لا هادو يضربوا كونتر الديكتاتور يقول لك اوكي راهم يضربوك والدراري الصغار واش داروا خو لي زونفون هادوك حقوق الانسان الكرامه شبيك لي زونفون دراري انت قاعد مع ناس اللي بعتوا دراري يموتوا يقتلوا يدوهم لوالديهم دراع هل انت بنادم هل انت عبد نتايا وما تحشمش وتقول لا لا هادو ناس ملاح سبحان الله يا كيفاش تقدروا تسمعوا الناس كيما هادو يا الخاوة تقول لي الدولة ماشي مليحة نقول لك شي داكور معاك حبيت نحي تبون نقول لك روح فازي حبيت نبدل كل شيء نقول لك نسال داك روح يا بات بروبليم حبيت ندير الديمقراطية الحرية نقول لك راني معاك بصح ما تمشي مع هادو مانيش معاك انا خو امبوسيبل ما نقدرش نقول معاك هادو يبعتوا دراري يموتوا يسلحوا لي زونفون يا الخاوة داو النساء داروا لهم دراري ورموهم دوك راهم هايمات بالدراري هادوك واش بيكم يا ناس يزون في دي ماساكر هادوما سي دي كريمينال هادو راه قاعد مع دي كريمينال ولو كان ما ديرش فيديو باش تطلب السماح من الشعب الجزائري سمحوا لي كنت غلط وتغلق مزيج دي سياسة وديسباري من لاسين بوليتيك تما نقولك بالك راك وليت الطريق حطوك مازالك تزيد تبرع وصحابك دارين بك يبرعوا قالا فاش راكم غامقين كاع رشاد ستادير نتوما فوز دي فري كريمينال فري كريمينال تاع صح غادي ما كاش هضره معاكم كاع واش وليت لكم دوبي لي زاني وانا موراكم ويجي جا تاع 20 سنه يقول لي حاب الحريه وتزاير تدي لي استقلال استقل انت في مخك دابور روح انت تقرا دابور روح اقرا اقرا كتابات اقرا لا فيلوزوفي اقرا لي اقرا لي ليستوار اقرا الدين اقرا 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 روح تقرا باش تولي تعرف ديستانكي لو بون دي موفي ما عندك حتى ثقافة يا جان والو ثقافة تاع غير الهول ونضرب ونحي وانا القوي ونقلب الدنيا وانا كلش وتبعوا فيها الناس اللي يستعملوكم ما عايشين في سويسرا في الانجليز لاباس بهم سيتوايان تيلي باسبور هذوما كاع يقراو وانت رميك على راسك في البلاد يقول لك دير ودير ودير ولا راني معاك الاحرار استقل مخك ديجا تعلم تستقل مخك ربي يعطاك مخ باش تخمم باش تستعملو ما تمدوش للناس يستعملوه لك نهار تحرر نفسك وتحرر عقلك داك النهار تقدر تحرر البلاد دونك مازال انت ما راكش محرر وما راكش متقف وما تعرفش وحنا نوريو لك وتقعد شايد في هذه العقليه هذه ما تلحق لحتى حاجه لا في حياتك الشخصيه ولا العامه الا حبيت تحرر روحك لازمك تتعلم فبا تكون عندك الباك والنيفاشتي باش تعلم تعرف تقرا روح شوف كتابات عندك انترنت دير البحوث عارف شنو هو السياسه عارف شنو هي ليستوار قرا لي بيوغرافي تاع لي بريزيدون تاع لي فيلوسوف تاع لي بوليتيسيان تاع لي جاد الدين تاع كلش تكون عندك اون كولتور جينيرال باش تقدر تواجه الدنيا هذه وتقول انا نقدر نرفد بلاد ما نقدرش ندير فيكم كونفيونس انا وما تعرفوش كاع الشيء هذايا جاو هادو كيما هادو تمسخوا بكم وما تعرف كيفاش تحبين ندير فيكم كونفيونس الى هادو بهاد لي بروف كامل ومازالهم يدوروا لكم في مخكم كيفاش تحبوا تقول لك انا نحي كلش طلع انت البلاد حكمه ما تعرف والو خو
ما تعرفوا والو. او هذا هو البروبليم تاعنا، باش تحرر بلادك لازمك تحرر نفسك دابور. الرجال تاع سيكونت كارت قراو 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 باش فهموا باش راحوا جابوا الاستقلال، ما كانوش جهالة. نهار نحكوا الفرنسا يهضروا معاها باللغه تاعها وغلبوها باللغه تاعها ويكتبوا مقالات في الشعب الفرنسي باسكو قراو. يزيدوا او كورون دي زافير دي موند ولي زافير ديالهم دينهم وبلادهم ولغتهم وتاريخهم. مالوزمون دوكا انا في وقت جهالة بزاف. هذا هو البروبليم انا فيه. واحد كيما هذا تمسخر بكم، واحد قاعد مع ناس يبعثوا الدراري الصغار يموتوا ولا مع داعش اللي يذبحوا من الواردين للوارد يرموا ريوس في اليوتيوب. يسون تروماتيزي توت اون جينيس عربي تكون سي دي سيكال اللي قعدوا بوندون ان سيكل هادو في الضمير نتاع الشباب تاعنا وشافوكم قتلوا وذبحوا من التسعينات حنا وروح وانتم تصفقوا عليهم وتقول لي حبيت نستقل البلاد. بيان سور كون نمشي مع الجيش كيفاش تحبني نمشي معاك؟ ما نقدرش نمشي معاك امبوسيبل، ما نقدرش نمشي معاك راك حدينا نعاويه اكو تبعوا في هذه الخرده هادو القتالين لي كريمينال هادو. سي دي كريمينال هادو، سي دي كريمينال مصور مع الدراري بلا حشمه بالسلاح وكذا. وهذاك العجمي كيف كيف مصور مع الدراري والدراري الصغار ومع الشيشاني تاع داعش وهو اللي يجيب المال نتاع ثوار سوريا اللي دارها الدناتي ويقول لك لا لا ناس ملاح. كيفاش ناس ملاح انايا؟ ديميسيونابر. اه وي ديميسيونار تسمى كاع واش قتل وكذا ما كاين والو. شركة لازم لا روتريت تزدو لا روتريت باقي نعطولو. جاوب إلا كنت راجل وليدي يماك وباباك وإذا كنت نتايا تاع الصح دكتور كيما يسميوك دكتور أرد الجواب وقلنا واش تخمم في هاد الشيء اللي وريتلك. بصح على بالي دوك تخبى كي الطبة تعاود تدخل الجحر تاعك كيما عاود تخرج كيما تعاود تدخل. كدابين كريمينال يا تهلاو في روحكم الخاوة. السلام عليكم ورحمة الله.